طيب، بعد ما اتكلمنا على اساليب حل المشاكل باستخدام البرمجه، كنا قلنا ان احنا بنبدا نحدد المشكله، بندون الحل بتاعنا في خطوات متسلسله مرتبه، بنسميها اسلوب رياضي منطقي او الالجوريزم زي ما احنا قلنا عليه. المره دي بنتكلم على الاسلوب الرياضي المنطقي الالجوريزم دوت في حل مشاكل البرمجه وايه دوره يعني. طبعا الكلمة معناها ببساطة جدا ان احنا ازاي نوصف وصف بسيط مدقق، يعني وصف مفصل، اسف مفصل، ان احنا ننفذ مجموعة من الهوام الخطوات المهام اول ايه اول خطوات، بحيث ان احنا نقدر ايه نقدر ننفذ ده. طبعا كان اول واحد عملها الاسلوب دوت كان محمد موسى الخوارزمي، وفي نطاق الرياضة والحاسب، وبعد كده او الحساب، وبعد كده بدأ يستخدمه كله بقى في طرق كتيرة. وبعد كده بنكتب زي الحاجة بتاعته، يعني زي بنكتب زي كود كده تقريبي نسميه سودو كود، يعني كود تقريبي كده في الأول قبل ما نخش في الكود. طبعا احنا عارفين الكود طبعا بيبقى مهم جدا انك تكتب فيه كل حاجة بالتفصيل، والكوما كوما والدوت دوت والكوس كوس، والكتابة فيه كابيتال كابيتال وسمول سمول، دقيقة جدا. لكن في حاجة اسمها بسودو كود، سودو كود ده بنكتب فيه كود كده بسيط يعني يحتمل الاخطاء، لكن هو مقصود يعني زي ما تقول كده ايه كروكي، كود كروكي يعني خلاص. بنستخدم فيه مجموعه من الاجزاء الكود الكروكي دوت بسيطه جدا، زي ما نيجي نعمل مثلا انبوتس المدخلات، لما يكون اليوزر هيدخل حاجه فبنكتب كلمه انبوتس او مدخلات، ولما نيجي عايزين نقراها من اليوزر بقول ريد، ريد كذا، ريد اكس، زي مثلا اقرا إيه سين اقرا إيه صاد، انا بقول ريد مثلا اكس ريد واي. في البروسيسنج او العمليات نستخدم فيها كالكوليت او سيت، كالكوليت احسب كذا، او سيت يعني اجعل كذا او خلي قيمه كذا تبقى بتساوي كذا، زي مثلا س بتساوي 15، دي سيت س بتساوي 15 بس سيت اكس بتساوي 15. في اوتبوتس، ودي نستخدم فيها كلمه ديسبلاي يعني اعرض، او والكلمه برومبت معناها اخبر المستخدم بكلمه معينه. يعني الكلمات دي كلمات بسيطه جدا بنستخدمها في ان احنا نقدر نكتب بسودو كود بسيط او الجوريزم بسيط. فلو جينا مثلا كمثال كده المفروض يتكتب على ورقه، قم بتصميم برنامج يكون بمعرفه ثلاث ارقام من المستخدم وطباعه مجموعهم، يعني اخد منك الرقم الاول والثاني والثالث واجمع لك الثلاثه واقول لك المجموع بيساوي كذا. لو حبيت اكتب ده بشكل الجوريزم، اول حاجه بقول له برومبت، يعني هطلع رساله اخبر بيها اليوزر انتر فيرست نمبر، دي رساله ثابته، بقول له لو سمحت دخل الرقم الاولاني. المفروض اليوزر في الوقت ده هيبدا يدخل الرقم الاولاني، هقول له ريدو وحطه جوه ايه، يبقى اول رقم اليوزر دخله هيحطه جوه الفاريبل ايه، او يحطه جوه زي سين. خلاص برومبت تاني، انا هبدا اخبر المستخدم تاني انتر سكند نمبر، لو سمحت دخل الرقم التاني، فهيدخل الرقم التاني وهخزن قيمه الرقم التاني اللي هو دخلها من شويه، هخزنها بي، يبقى الاي بالنسبه لي شايل اول رقم اليوزر دخله، بي بالنسبه لي شايل تاني رقم اليوزر دخله. بعد كده ببرومبت تاني لليوزر بقول له انتر ثيرد نمبر، دخل لو سمحت الرقم التالت، وبخزن القيمه اللي دخلها اليوزر في الخانه اللي اسمها سي، يبقى ايه الرقم الاول، بي الرقم الثاني، سي الرقم الثالث. طلبت من اليوزر يدخل واخزن في الاولاني، ضغطت اليوزر يدخل اخزن في الثاني، ضغطت اليوزر يدخل خزنت في الثالث. فاضل لي بقى كالكوليت، احسب ان الصم، صم ده كده زي عين او غين زي ما اديت كده رمز يعني، صم بيساوي الاي زائد البي زائد السي، الثلاثه دول مع بعض هجمعهم واحطهم جوه حاجه اسمها صم، مش شرط يبقى اسمها صم، ممكن تسميها اس، في الحاله دي يبقى اس بتساوي اي زائد بي زائد سي. خلاص، وفي الاخر اقول له ديسبلاي الصم يعني اعرض لي المجموع. بكده اكون عملت سيمبل الجوريزم عشان اوريك ازاي باخد ثلاث ارقام من اليوزر وبجمعهم واحطهم جوه النتيجه بتاعت الجمع، احطها جوه فاريبل او احطها جوه شيء، والشيء ده في الاخر بعرضه عشان يتعرض بقى لليوزر الايه النتيجه. ناخد مثال ثاني توضيحي عشان اوضح لك الفكره بتاعت ازاي بنكتب الجوريزم. قم بتصميم برنامج يقوم بعرض متوسط درجات الحراره التاليه، هاخد 30 20 6 واعرض درجه متوسط درجات الحراره. عشان اعرض متوسط درجات الحراره، اول حاجه انا عايز اظبط ايه، قمت قال لي سيت ايه، يعني خلي ايه ب 30، ادي اول واحده، سيت بي ب 20 خليت بي ب 20، سيت سي ب 6 خليت سي ب 6، خلاص كده بقى معايا 6 وال 20 وال 30. عشان اجيب متوسط لازم اجيب المجموع، قمت معرب حاجه سيت السم او كالكوليت، هنا كنت ممكن اكتب كالكوليت، عايز ان مش ست بس، يعني مش بخلي قيمتها بتساوي شيء مباشر، انا بس بعمل عمليه. طب لو واحد قال لي لا كده يبقى في غلطه، اقول لك لا، ما احنا اتفقنا ان الالجوريزم ما هواش ايه، بنكتبه كده كبسودو كود، يعني مش شرط قوي يعني الدقه فيه اللي هي 100% يعني، لكن المفروض يبقى مفهوم في قواعد اساسيه ما نبداش نخليها تختل. الكالكوليت كالكوليت الست ست، يعني الست زي ما انت شايف بي بتساوي 30 خلاص، او ايه بتساوي 30، انتهى الموضوع.
لكن لما اقول عمليه حسابيه زي جمع او ضرب او طرح او قسمه بنختار بنسمي يفضل نسمي هنا كالكوليتر. كالكوليتر السم بتساوي ايه زائد البي زائد سي هيجمع ويحطهم جوه السم بقى معايا المجموع. طبعا عارفين المتوسط هو المجموع على عدد، فتقول كالكوليت الافريج دي سميتها اي في جي، ممكن اسميها اي حاجه ثانيه، بتساوي السم اللي انا توصلت له اللي هو بالنسبه لي ده زائد ده زائد ده اللي هي 30 زائد 20 50 56 على الثلاثه، وبعد كده بتحبها لما حسبها وعلى الثلاثه اتخزنت الاي في جي بقت هي قيمه المجموع بتاع ال 30 زائد 20 زائد 6 على الثلاثه، فبقت هي المتوسط. وفي الاخر اقول له ديسبلاي مش السم طبعا، المفروض اقول له ديسبلاي مين؟ الاي في جي، دي غلطه برضه، ديسبلاي الاي في جي. بكده نكون يعني بصينا بصه على فكره الالجوريزم بيتكتب ازاي بشكل بسيط.